السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء الذي نستقبل فيه تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا، صحبة ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. يا أهلا وسهلا شيخنا. في البداية نبدو في الإجابة على بعض الأسئلة اللي في الرسائل النصية كثيرة جدا. نبدأ بسؤال أحد الإخوة على الخاص، يسأل على قضية الزكاة، هل هي واجبة في عين المال أم في قيمته؟ يعني هو يقول أحيانا مثلا شخص يعطيه مال معين، يقول المال هذا هو صدقة 20 دينار أو 30 دينار، فهل ممكن يتصرف في الأموال هذين وبعدها هو يدفع قيمتهن، ولا هو في عين المال نفسه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو لو سمحت لي في دقيقة، تفضل، تكمل لكلامنا أمس في قضية الفتوى وتقسيمها إلى مجتهد ومقلد وبعض التفصيلات التي أتينا عليها، وقلنا إن الأقدمين يعني كانوا موسوعيين، بمعنى يتقنون عدة علوم، تجد في الفقه وفي الأصول وفي التفسير وفي الحديث والحكم على الأحاديث ويعني وغير والتاريخ وغيرها يعني. بعد ذلك بدأت المسألة تتجه إلى التخصص، وتخصص يعني حتى مضمحل هو. نعم، تجدش واحد يتقن جزء بأكمله إلى آخره. ولذلك التجأ العلماء والتجأت المجامع، تكونت المجامع الفقهية وأصبحت تستعين بتخصصات مختلفة. فإذا طرقت مسألة في طب مثلا، استدعى لها أو استدعى لها الأطباء المتخصصون، مش لأن الأطباء هم أيضا تخصصات مختلفة. وإذا يعني أحيل على مسألة فيها مثلا فلك أهلة وغيرها، يستدعون الفلكيين. فصبحت لابد من التضافر الجهود حتى يخرجوا بحكم، ومعهم طبعا علماء شرعيون يأخذون النتيجة التي توصل إليها المتخصص ويعرضونها على إيه؟ على الأحكام الشرعية، ثم يعني يكون لهم حكم في هذه المسألة. بعد اتساع العلوم يعني. نعم نعم نعم. المسألة هذه اللي حكيت عليها، قضية الزكاة. الزكاة هل هي تجب في عين المال اللي يعطيه المتصدق، ولا ممكن يصرف فيه ويعطيه نفسه؟ يعني مثلا هو أعطاه 20 دينار، لازم ال20 دينار هذين يصدق بين، أو ممكن يصرف؟ فهمتك، هي السؤال يعني فيه اتساع في بدايته. هل اللي يعني تتعلق بعين؟ نعم يتعلق بالعين. الزكاة تتعلق بعين المال، هذا متفقين عليه. ولذلك متعلق بالمكلف، مكلف من حيث ذمته. ولذلك وجبت على الصغير والكبير، على المجنون وعلى العاقل، هذا عند الأئمة ثلاثة، تجب حتى في أموال الغير المكلفين، لأنها من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف. هذه واحدة. الثانية، يعني حسابها شغلات الزكاة بصورة عامة، وبه شغلته النقود. النقود لا تتعين، لكن يمكن تعيينها في حالة واحدة، إذا سلمك أحد صرة أو يعني أو صندوقا أو شيء من القبيل أو ظرفا يعني مقفل وبه نقود، تعينت هذه النقود بأنها لفلان، ما لا دخلتها بمالك. لكن لو عد لك 100 دينار ليبي مثلا، فلم تتعين هذه، لو خلطتها أو خلطتهاش، إلا أننا تنفعنا التعيين فيش، أو ينفعنا أنها لفلان، هذه خاصة لا تقرب ولا تخلط بمال آخر، تنفعنا في الودائع يعني إذا ضاعت، لأن الوديعة يعني لا يضمنها صاحبها ما لم يفرط، نعم، أو يتعدى. وإذا مد لك شخص نقود أعطيها للشيء الفلاني، يعني هذه لا تتعين، لأن النقود لا تتعين، يعني سواء دينارك وديناري هما واحد،
ولذلك لو 10 دنانير ليبية هنا و10 دنانير متفرقة هنا المعنى واحد. نعم, نعم. النقود لا تتعين إلا في حالات نادرة, قلنا بوضعها في وضع خاص, في حامل خاص, في غلاف خاص أو شيء من قبل. نعم. طيب الشيخ, سؤال آخر هو قضية زكاة الفطر, هل تتعلق يعني يسقط الوجوب فيها بمجرد الإخراج أم بوصولها إلى الفقير؟ هذه يبدو أن حلقة اليوم كلها في التعلق, لكن نزيد سؤال الشخص الأول أنه هو الذي سأل عن قضية إذا أعطاك واحد مبلغ من المال. نعم, بالإمكان أن تخرج من نقودك طالما وصلتك, انتهينا, ليس بالضروري أن تسلم تلك النقود, قلنا لأنها لا تتعين. ولذلك لازم نكمل السؤال بأنه يمكنه أن يعطي بدل ما دفع إليه من قبل الناس من ماله. نعم. القضية سؤالك الثاني هذا تتعلق بوصولها للفقير أم بمجرد إخراجه, يعني أحيانا يعطيها لجمعية مثلا أو كذا. لا, خلاص تعتبر أخرجت ولا إن لم تصل حتى للفقير, حتى ولو ضاعت. نعم. طيب شيخ, استأذنك نبدأ نأخذ الاتصالات. السلام عليكم. ألو, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضل. ألو, تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك, كيف الحال؟ الله يسلمك, تفضل سؤالك أخي. يا أخوي عندي سؤال. تفضل. عندي تقريعة باهي ديما بعد الفجر تجيني. ألو, واضح سؤالك. في سؤال آخر؟ إيه, ديني تقريعة هكي لكن ما تطلعت ما تبللش فيها في لساني. طيب, باهي. إيه, يجاوبك الشيخ إن شاء الله. سؤال ثاني؟ عندي مازال سؤال ثاني. تفضل. عندي بنتي. ألو. نعم, معك, تفضل. إيه, عندي بنتي كيف بلغت توا في نهاية رمضان, باهي. جتها جاها الحيض يوم واحد بس. طيب. جاها تو في أواخر رمضان, ممكن يوم 20 21 إكي. واضح إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم. ألو, أم وليد من طرابلس. السلام عليكم. أيوة, السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بنسأل, في امرأة عندها زوج بنات بانيين جنايات زوج جنب بعض بناتها, فنظرا لأزمة السيولة البنات هدوما ما بيقدروش يخفروا بير باش ان هم يقدروا يسكنوا ويستقروا في البيتين هدوما, فهي الأم تبي تصدق للبنات ان هي تحفر لهم بير صدقة جارية بتحسبها لزوجها المتوفي, والفلوس اللي بتخفر بيهم البير هذا من مال الزوج المتوفي, مستقطعة هي من ماله واخذة من ماله يعني الورث بتاعه, وان هي تبي تبني لهم بير, هل يجوز ام لا؟ هي تبي تبني لمن بير بالاموال الصدقه؟ تحفر لهم لبناتها, بناتها تبي تحفر لبناتها, بناتها متزوجات؟ اي, متزوجات, لكن نظرا ان هم بانيين يعني البني وما قدروش يكملوا ان هم بيخسروا البير, تبي تحفر لهم بير بمال زكاه, بمال صدقه؟ لا من زكاه, لا مال زوجها المتوفي, ان هو يعني المال اللي ورثته منه خذت استقطع جزء من المال باش تبي تديره صدقه جاريه لروح الزوج المتوفي اللي هو ولدهم يعني. واضح. بمال, هل يجوز ان هي تدير صدقه جاريه لجامعه او لمكان ثاني بمال زوجها؟ بتحفر. واضح ان شاء الله. تمام, واضح, ما في شيء. شكرا. عفوا. ايوب من مصرات. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. يا شيخ, نفس قطرة العيون في نهار رمضان تقطر ولا لا؟ قطرة العيون, حاضر, جاوبك الشيخ. تمام, بارك الله فيك. وفيك بارك الله. في اتصال آخر؟ يلا, السلام عليكم. الأستاذ في رمضان مش ماشي. تفضل أنت على الهواء. أخي, أنا بنسأل بس عليه في العيد. جاء في مدونة المفتي أن الإمام يكبر يعيد أثناء الخطبة ويكبر معه
المأمومون. فبنسأل هل التكبير لما مرات الإمام يطلب من المصلين أن يكبروا معه، هل هذا يعني فيه نص معين ولا لا؟ الإمام يطلب من المأمومين أنهم هم يكبروا معه، يعني الإمام يقول الله أكبر فيكبروا معه جهرا للمأمومين. في الخطبة يعني تقصد؟ يقول أي أثناء الخطبة، أثناء الخطبة في خطبة الجمعة، في خطبة العيد. خطبة العيد، خطبة العيد. طيب إن شاء الله يجاوبك شيخ. في اتصال آخر؟ ماشي ماشي. من؟ السلام عليكم. سالم من الزاوية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. بالله نبي نسأل الشيخ يا. تفضل يا أخي الكريم، معك الشيخ. السؤال الأول، هل قراءة القرآن من غير وضوء تجوز أم لا؟ السؤال الثاني. طيب. والسؤال الثاني، عندي والدي عمره 70 سنة، يصلي في الحوش، ما يمشيش للجمعة إلا يوم الجمعة بس. عمره كم؟ عمره 70 سنة، يصلي إلا في الحوش بس. يصلي في البيت. الجمعة يصلي في الحوش والجمعة يمشي للجمعة بس. طيب. لا يوم الجمعة يعني. يجاوبك الشيخ إن شاء الله بإذن الله. بارك فيك. وفيك. في اتصال آخر. السلام عليكم. هلو. السلام عليكم، تفضل اخي الكريم، انت على الهواء. هلو. تفضل تفضل، نسمعك، انت على الهواء، اسمعنا من الهاتف لو سمحت. نبي الشيخ بالله عليك. تفضل، معك الشيخ، سؤالك. انا جمال من ترهونه. تفضل يا اخ جمال. والله أنا بنشد الشيخ يا أستاذ المرسل، أنا عندي أختي طبعا زارعة كلى. طيب. زارعة كلوة وطبعا ما تصيمش، الدكتور من حين زرعة كلوة قالها ما تصيميش، بكل تعطي فدية بس. نبو الفدية هذه كم طاعة فلوس، قديش تعطي أو مستحب من فلوس أو طعام، قصدي الفدية كم نعطاها، كم مقدارها فلوس يعني؟ ايه كم مقدارها، سواء نعطي طلعها فلوس او طعام. طيب. لان هي ما تصيمش راي بكل، يعني زارع كيلو واللي زارعين الكيلو هذي ما طبعا ما يصيموش، يعني ياخذوا في العلاج مستمر ديما. طيب يجاوبك الشيخ ان شاء الله. اسمع. السلام عليكم. السلام. تفضل. لقيت حجل طايح في الطريق. شنو لقيت؟ حجل طايح في الطريق من دهب. سمعت شنو اللي لقيته طايح في الطريق؟ حزب. حزب؟ ايه. حزب شنو؟ حزب من ذهب. حزب من ذهب؟ ايه. يعني لقيت تبيعه وتصدق بين للجوامع ولا عندك اقتراح ثاني؟ ابشر ان شاء الله، جاوبك الشيخ ان شاء الله. الحزب شنو يا شيخ؟ ما اعرفش. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك أخي، أنت على الهواء. أعطيني اتصال آخر لو فيه. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك، أنت على الهواء. أشكركم على البرنامج الطيب. الله يسلمك، بارك الله فيك. على هالكلمة الطيب. بارك الله فيك. عندك سؤال أخي شيخ؟ بدي أسأل فضيلة الشيخ. تفضل. عندي ذهب من فترة طويلة وما زكيت عليه. ذهب من فترة طويلة. الشيخ بدك تزكي على الجرام أو على الملتجرام أو على الزينة والله لله. للزينة ولا للدخار، يعني تلبسي فيه ولا اشتريت؟ هل اشتريتيه للزينة ولا للادخار يعني؟ نعم. شراء كان للزينة ولا للادخار، لغرض الادخار؟ كان للادخار وبعدين صرفنا عليه علاج وما تقدرش نزكي عليه. أنت تقصدي شنو المقدار اللي تجب فيه الزكاة يعني، النصاب؟ والله الادخار كان. بعدين صرفتوه في علاج. طيب واضح ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله خير الشيخ. مرحبا، تفضل. اقوم بالله سؤال يا شيخ. تفضل اخي. مثلا تو شركه الاتحاد العربي
او ال بتاع مصنع الاسمنت كذا يحجز الاسمنت طبعا بطاقه مثلا واحد يجي بطاقات يجي 10 بطاقات من افراد مثلا 200 300 500 دينار بطاقه وبيحجز لي وبعد ذلك بيطلع الاسمنت ببيع او بيجي وكالات تكي ويبيع هل هو حرام حلال تقصد الاوصال بتاعت شركات الاسمنت هذين صح شركة تاخذ وصل وبعد انت على اساس بتستفيد من 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 الاسمنت وبعد تبيع شركة الاتحاد العربي تحجز في شمنت عن طريق البطاقة الشخصية انا بس ما نحجز على بطاقة واحدة من نشري 10 بطاقات من المواطنين 5 دينار بطاقة 500 دينار بطاقة تشتري وتبيعها ومن لا ما نشري البطاقة وما نحجز بها وبعد تالي من بيعها من بيعها يصار قبل يطلع الشمنت وبعد يطلع الشمنت مثلا بيع وشراء البطاقة وبيع وشراء اللي خلاص هذا والله حرام لغرض الحجز طيب ان شاء الله يجاوبك شيء اخ محمد من الجبل السلام عليكم يا ريت تسمعنا من الهاتف اخ محمد لو سمحت تفضل سؤالك لو سمحت لو سمحت تسمعنا من الهاتف بارك الله فيك وتفضل سؤالك أنا أستاذي عندي وكلني واحد في أمانة أن أعطيه الزكاة ماله واحد وكلك بأمانة أيوة طيب في أمانة في طب زكاة ماله أنا نبي نعطيها نبي نعطيها للصندوق الزكاة ونبي نعطيهم مشيك هل يجوز هو عطاها لي نقد فهل يجوز ان ناخذ من حسابي الخاص ونسحب السيوله ولا لا؟ فهمتك، يعني انت تبي تعطيها شيك وتاخذ النقد. طيب واضح السؤال، في اتصال اخر؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. هاي اخوي. تفضل اخي الكريم، سؤالك. السلام ورحمة الله مرحبا أخي نهارك سعيد الله يسلمك نهارك أسعد إن شاء الله تفضل الله يبارك فيك بالله عليك عندي زوج أسئلة يا أخوي السؤال الأول بخصوص قرار وزارة الأوقاف تاع بخصوص الحجاز من غير محارم يعني ما حكم الشرعي في هذا في ذلك يعني شنو القرار؟ القرار تاع بدون محارم يعني العزايز يعني من فوق مواليد من 30 ل 41 ما فيش يعني محرم من كم لكم؟ دايرين قرار ان العزايز يعني ما فيهنش ما يخرج من غير محرم يمشي من الحج يعني بيكلفونه اللجنه ولا مش عارف شنو يعني من غير محرم طيب سؤالك الثاني؟ السؤال الثاني الحكم لبس يعني المسح على الجورب العادي يعني هل الصلاه فيه جائزه ام لا؟ المسح على الجورب طيب يجاوبك الشيخ الله يبارك فيك شكرا شكرا بارك الله فيك بارك الله في اتصال اخر السلام عليكم يلا بسم الله نجيب طيب شيخ نجاوب على الاسئله اذا الاخوه احد الاخوه يسال على قضيه جاوبنا عليه امس التقريعه بعد الفجر هذه التي ايش يقولنا يسأل على بنته يقول هو يعني في نهاية رمضان بلغت ورأت دم الحيض يعني في 20 رمضان كيف تح يعني هل تصوم بقية الأيام؟ نعم طبيعة الحال في 20 رمضان من تاريخ ظهور العلام عليها تصبح بالغة وهي مكلفة ويلزمها صيام رمضان نعم وقضاء هذه الأيام اللي نعم إذا فاتتها شيء إذا فاتتها شيء في الحيض مثلا نعم تقضيه كذلك نعم الأخت أم وليد من طرابلس تقول بتحفر بير من مال زوجها المتوفى لبناتها كصدقة جارية فهل هي يعني هل تحفر البير هذا في أرضهم لبناتها وكذا ولا الأفضل تعطيه في مسجد أو تحفره في مسجد تعطيه ثمن حفر لا هي ما فهمناش حل النقود هذه والمال هل هي حصتها من التركة أو حصة بناتها أم حصة الورثة جميعا هو إذا كان هي لها هي عن أشكال
تحفر أينما شاء. تصرف تصرف في مسألة لأن أفضلية لك، وإذا كانت لبناتها وهن بالغات تصرفنا كذلك كنوليه الأموال، أو هي مشتركة بين البنات وأمهن كذلك. وإذا كان المال هذا الذي تركه الميت يخص الورثة جميعا فلا ينفع التصرف باسم الجميع، لعل في حد مش راضي، لازم يعطى كل حد حقه. أما حكاية الأين أحسن، إذا أجزنا وأن هذه لها المال أو لبناتها واتفقوا على قضية حفر البير كصدقة جارية على والدهم، هذه جائزة، لكن أين أحسن؟ في الأرض العامة يستفيد منها المسلمون، أو أرض خاصة يستفيد منها البنات فقط؟ لا شك أن الأول أولى، حكاية الاستفادة المسلمين أحسن للميت هذا، وحتى يصل إليه الثواب إن شاء الله تعالى. نعم. الأخ أيوب من مصرات يسأل على قطرة العين في رمضان، في نهار رمضان. على خطر؟ قطرة العين. قطرة العين. قطرة العين المجامع الفقهية أجازتها وجعلتها غير مفطرة، لكن الحكم في المذهب المالكي أنها إذا تذوقها الإنسان في النهار وقد وضعها في النهار، هذه عندها تؤدي إلى الإفطار، فيها قضاء. وإذا وضعها في النهار وجدها في الليل، أو وضعها في الليل ووجدها في النهار، هذه لا شيء فيها. واللي يقدر يأخذ حتى بفتوى المجمع الفقهي. نعم. نعم. أحد الإخوة يسأل على قضية التكبير في العيد، يقول هل يرد، هو قاري في كتاب إن في المدونة قال إن يكبر الإمام في العيد ويكبر وراءه المصلون. هذا المعروف. نعم. أنه يكبر وراءه المأمومون. نعم. الأخ سالم من الزاوية يقول هل قراءة القرآن من غير وضوء يعني جائزة؟ إذا كان عن ظهر قلب هذه جائزة مطلقا، ما لم يكن الإنسان متلبسا بحدث أكبر، أما لا يشترط في ذلك الوضوء. وأما إذا كانت المسألة مس مصحف معها، هذه ننظر هل هو يعني متعلم أو معلم، أو هو يقرأ للثواب. إذا كان للثواب لابد أن يكون متوضيا لمس المصحف والقراءة منه. إذن عن ظهر قلب هذا لا إشكال، يستطيع أن يقرأ دائما حتى هو ماشي في الشارع. وإذا كان القضية مس مصحف ننظر، إذا كان هو متعلم أو معلم يجوز له مس المصحف والمراجعة فيه، وإذا كان هو لا لغرض ختمة أو الثواب بتاعها وكذا لا ينفع مس المصحف. نعم. سؤال الثاني يقول والدة عمرها 70 سنة ويصلي في البيت ولا يصلي في المسجد إلا الجمعة، وماذا أفعل له؟ يعني قد يسأل عن الحكم يعني. لا، الحكم هي هل تتبع قضية صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة هل هي واجبة أو غير واجبة؟ قسم الناس فيها إلى قسمين، جمهور العلماء عندهم صلاة الجماعة غير واجبة. نعم، ولكنها مفضلة مندوبة. نعم، وثوابها أكثر، وقد وردت في الحديث الذي رواها البخاري ومسلم بأنها تفوقه ويعني تفضلوا صلاة الفرد ب27 درجة، وفي بعض الأحاديث ب25 درجة، فالثواب واضح فيه. لكن احنا لا نعرف ظروف والده، هل هو من ناحية صحية مثلا يتعب يعني إذا ذهب المسجد، وهل المسجد قريب أو بعيد؟ هذه المسألة ما لم يذكرها صاحبنا في السؤال، وذكر عمره. نعم، ينظر يعني قضية لو كان أبوه يعني يستطيع أن يذهب المسجد شجعه على ذلك، وأما إذا كان غير قادر على ذلك فلا بأس عليه ولا حرج. أخ جمال من ترهونة يسأل يقول إن أختها زرعت الكلى والطبيب قال لها معش تسومي. معروف هذه قضية. نعم، من زرع كلية لا 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 يمكن أن يصوم. نعم. نعم. ويقول كم الفدية الفلوس، كم مقدارها؟ الفدية يعني قلنا احنا اذا اظهر طعاما، اذا دفع طعاما تهينا مد عن كل يوم، وبعدد الايام عدد المساكين كذلك، لا تعطى لمسكين واحد. واذا اراد ان يدفع القيمه فنحن نقلد الامام ابا حنيفه في دفع القيمه، وابو حنيفه يرى انه يدفع مدين، وبالتالي نقول له نصف الفتره، والفترة نعم خالص من ذلك 5 دنانير، نصفها ديناراني
ونصف. أحد الإخوة يسأل يقول لقى حزب ذهب، ما أعرفش معناه يعني، مهم ذهب في الطريق، قطعة ذهب يعني، قطعة ذهب، أعرفش تفاصيل. فيقول هل يبيعها ويتصدق بها أم لديكم؟ لا لا لا، هذه حكم اللقطة يعني لها تفصيل. اللقطة أولا لا يفصح عنها، عن تفاصيلها، ما يقولش لقيت كذا وكذا، ما يعطيش مواصفاتها تفصيل. نعم خرص والله كذا والله غيره، لأن بعض ربما بعض الخبثاء يذهب إليه ويقول إنها له. لا لا، وجدت يعني ذهبا في الطريق، لا يصفه أبدا. نعم، فيقول يعني أو من ضاع منه كذا، وإذا جاء أحد يطلب منه مواصفات، ما الذي ضاع منك؟ نعم، هل هو يعني خاتم ولا خرص أو كذا أو دبلج أو شيء من هالقبيل؟ لما يعطي أوصافه الكاملة يسلمه إليه. فإذا لم يكن ذلك، ما جاء حد فصل في هذا الموضوع، عليه أن يحتفظ بذلك، وعليه أن يسأل بين الحين والآخر. وكلما قرب وقت اللقيان كلما ازداد التكرار في قضية السؤال، كلما ابتعد طبعا كلما نقص. فإذا لم يأتي أحد يبقى عاما كاملا عنده، ثم بعد ذلك إما أن يبيعه، إما أن يستعمله هو، أو يبيعه يعطيه لأنثى يا قصدي، أو إلا أن يبيعه ويتصدق بثمنه عن نفسه أو عن صاحبه. وفي كل الحالات إذا جاء صاحبه لابد، ووصف المسألة بدقة، لابد أن يسلمه إليه حتى بس بعد بيعه، حتى خلاص بعد، نعم. حتى بعد بيعه يعطيه الثمن. نعم، فيخليه أفضل هذا. يخليه أفضل. نعم، أحد الإخوة يسأل يقول عند إحدى الأخوات تقول ذهب من فترة طويلة كان للادخار وبعدين صرفناه في علاج، هذا ورد السؤال أمس أو الأمس أو كذا. نعم، هي تسألها أيضا عن النصاب، قالت مش عارف كم جرام، كان 85 جرام، 85 جرام 85 جرام من الذهب الخالص. لكن السؤال ورد أمس أول أمس، وقلنا إن الزكاة تلزم في هذا طالما هو للادخار من أوله، ولو صرف في العلاج تحسب كم فقط بقي. هل هو يعني هل وصل النصاب ومر عليه إيه الحول حوله هو؟ نعم. طيب شيخ نأخذ السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم. بسم الله، تفضل معك سؤالك. بالله عندي 4 أسئلة. الأول، السؤال الأول، أنا عندي زرع محصول متاع زرع، زرعته وحرقته، وبعد لطلع الزرع نبي بعت الزرع، أنا في اللوطة قاعد ما حصدتهاش، لكن هو ناضجه. إيه ناضج هو الزرع، وأنا بعته وما حصدتهاش وبعت الزرع، فهل الزكاة نطلعها أنا ولا يطلعها اللي بعت الزرع؟ نعم. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني نسرك على المال، قديش القيمة اللي توصل في المصرف باش نطلع عليها زكاة؟ كم قيمة النصاب في الدينار الليبي الآن؟ في الدينار الليبي أنا عندي حساب، وينزل من قصدي منه ينزل لي مرتبي، وقديش يوصل المبلغ باش نطلع عليه زكاة؟ طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث نسرك على ختمة، أنا نويت ختمة، بنقرأ ختمة تو في رمضان، وقريت لقريب النص، وبعد النص جاء صديقي قال لي بنقرأ معاك، وانا في الاول كنت نواها بروحي، وبعدين جاء هو قال لي بنقرأ معاك وقرأ معاك، هل تجوز ختمة ولا لا؟ قرأ معك صديقك. طيب جاوبك الشيخ ان شاء الله. السؤال الرابع، السؤال الرابع، عشان حكم تشريع ليادي في الدعاء بعد الخطبة، بعد خطبة الجمعة، وانا الشيخ يقعد يدعي تشريع اليدين كيف دعاء جماعي، حكم تشريع اليدين في دعاء الجمعة. طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله. أخ محمود من براك الشاطئ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ محمود. شن حالكم؟ الله يسلمك الحمد لله. قلتك أنا أثناء الصيام في بجنا في أنفي. رعاف يعني. بناء في الأنف وما كنتش من دري عنها. فما نعرفش اننا يعني بلعت ولا يعني اثناء الصلاه ولا اثناء الصيام؟ النوم. لا اثناء الصيام. اثناء الصيام.
ما تعرفش نعم. بلعت ولا لا؟ طيب يجاوبك الشيخ مثلا. بارك الله فيكم. وفيك بارك الله، جزاك الله. في اتصال آخر. أبو من؟ السلام عليكم، تفضل أخي كريم. السلام عليكم. أبو هداية، السلام عليكم. الله فيك. وفيك بارك الله. بارك الله فيك الشيخ على البرنامج. وفيك بارك الله، جزاك الله خير. عندي سؤالين بارك الله فيكم. السؤال الأول، هل يحق للإمام أن يقنت في صلاة الوتر وصلاة الصبح؟ يقنت في الاثنين يعني. إيه. السؤال الثاني في القتل الخطأ. إذا كثرت الرقابة في القتل الخطأ في حادث السير، هل يطالب بالفدية على عدد الأشخاص اللي ماتوا إلا تكفي فدية الصيام الواحدة؟ واضح إن شاء الله. بارك الله فيك. فيك بارك الله. الشيخ مجاوب على. وعليكم السلام، تفضل. وعليكم السلام، تفضل. الشيخ بلا نفس الشيخ اللي بارك الشيخ. تفضل معك الشيخ. عندي يوم هيك قبل المغرب ثلاث دقائق جوت صغار الحوش دوش واحد يقولوا أذان أذان، وفطرت قبل المغرب ثلاث دقائق، ممكن دقيقتين ونص تقريبا. قبل المغرب بدقيقتين ونص. هيك فطرت جوت صغار دوش، ما سمعت يقولوا أذان برا فطرت يعني. بعد تأكدت أنه مش طيب. يجاوبك الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله الشيخ نجيب بعد الفاصل إن شاء الله. سألنا في الذهاب إلى فاصل، فاصل ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. إنها قادمة بعد طول انتظار ورجاء، بطرق الباب على عالم الإغصاب والإنجاب عاد الأمل، بحسن المرافقة والعناية الفائقة، بفضل أحدث التجهيزات وأرقى الأطباء، أتت لحظة السعادة الخالصة وفاز الأمل. مستشفى الأمل بمصراتة، نزرع الأمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. شيخ نبدأ في الإجابة على أسئلة المتصلين. أحد الإخوة يسأل على قضية الأوصال اللي تعطيها شركة الإسمنت، قال يعطون حجز يعني على استلام كمية معينة من الإسمنت حسب البطاقة الشخصية، بالبطاقة الشخصية. لا، هو اللي فهمت أنا أنه يسأل عن حكم شراء البطاقات. أيوة. من الناس. أيوة. ليحجز بها. يقول أنا نشري مثلا 10 بطاقات ونأخذها من المصنع. أيوة. ونبيعهم برا، فما حكم ذلك؟ إذا كان هو يعني أخذ الدور متاع، لأن هو لكل صاحب بطاقة الحق في حجز كمية معينة، فكأنه اشترى حقه منه، فهذا كثير من العلماء يرون ما في الشبس يمكن أن يفعل ذلك. نعم نعم. أيوة. الأخ محمد من الجبل يقول من وكلك بأمانة أو بدفع زكاة ماله وعطاه نقود، واحد عطاه نقود فهو يأخذ من النقود ويطلعهن شيك. لا، ما ينفع أبدا. لازم يصرفها للفقراء كما أعطيت له. لأن الشيك ينقص من قيمة دينه. أحد الإخوة يسأل على قضية قرار وزارة الأوقاف بخصوص يعني السماح لغير للنساء الكبار في السن أنهن يسافرن من غير محرم، فيقول شنو حكم هذا؟ أعرف ذلك، أنا سمعت بذلك. هي القضية غريبة جدا. هو أولا نظن يقصد على الكبار جدا تاع 80 أو كذا. يعني كيف تصور احنا عجوز في هذا السن تذهب بدون مرافق، بدون محرم يعني يرافقها؟ إلا معناها يبوها يتوفى في الطريق ولتنكسر الحزة هذه، وإلا ما تمشيش تقرر. هذه اللي كان يقصد بالكبار السن جدا. أما بصورة عامة
حكينا عليها هذه، وقلنا يجوز للمرأة أن تذهب مع رفقة مأمونة عند الإمام مالك في حجة الفرض. إذا كانت المرأة والحالة هذه صرورة، يعني ما حجتش قبل، يجوز لها أن تذهب إلى الحجاز يعني في رفقة مأمونة وليس معها محرم. لكن اللي نعرف أنا يعني أن السعوديين متشددون في هذه المسألة ويطالبون بمحارم. فلا أعرف التطبيق. هو قال ما نعرفش أنا تفاصيل القرار، لكن هو يقول أن داروا لهم زي اللجنة كذا تقوم على شؤونهم، يعني بدل المحرم كأنها رفقة مأمونة. خلاص إذا كان هيك ماشي الحال. سؤال الثاني يسأل عن حكم المسح على الجورب الصلاة به. الجورب في عرف الأقدمين هو ما كان ظاهره جلدا وباطنه شيئا آخر، صوفة وقطنة أو شيء من القبيل. هذا كل علماء قالوا به. أما الجورب في الاصطلاح الآن الذي نلبسه نحن، فهذا عند الأئمة الثلاثة لا يصح المسح عليه، لأنه ليس من الخف في شيء. وفي بعض العلماء قالوا بالمسح نعم، فإذا هو يعني أراد أن يقلد أولئك الطائفة هذه فليقلدها، هو حر في مسألته. وإذا أراد أن يتبع المذاهب الأربعة الأئمة الأربعة فإنهم لم يقولوا بقضية المسح على الجورب الحالي. نعم. أحد الإخوة يسأل على قضية، عند أربع أسئلة يسأل على زرع محصولا ولم يحرثه وباع الزرع وهو في الأرض. هو قال زرع حرثته وبعت الزرع وأنا وهو في الأرض، فهل الزكاة تجب علي أم على الشيء؟ هو اللي فهمنا منه ذلك سألناه إحنا، هل نضج زرعه؟ قال نعم، معناها باع بعد أن نضج، والزكاة تتعلق بحالة النضج وقت النضج. لما نضج كان على ذمته، كان على ملكه، وبالتالي لا بد أن يخرج زكاته إلا إن اشترط على المبتاع، المشتري، إلا إن اشترط على المبتاع أن يخرج زكاته. يعني تجب عليه تكفل له ذلك، أما هو تجب على البيع. نعم. يسأل عن المال، كم قيمة النصاب بالدينار الليبي؟ ها؟ النصاب في زكاة المال بالدينار. والله ما عادش نعرف يعني بالضبط، لكن اللي نعرفه أنا 30,000. 30,000. نعم. ختمة في رمضان، يقول عنده ختمة ديرها في رمضان، فلما وصل النصف جاء صديقة يقرأ معه، يقرأ هما الاثنين، فقال هل تحسب لي ختمة للقرآن أم لا؟ أنا ماني في قضية حساب هذه المسائل، لكن على كل حال نقول لا، أن المسألة جائزة، يمكن أن قراءة القرآن يشترك فيها أكثر من شخص. نعم. وليس خاصة زي الصلاة والله الصيام لا يشترك فيه غيره. لا. يسأل السؤال الأخير على قضية رفع اليدين في دعاء الجمعة وأثناء دعاء الخطيب. يعني نعم، يعني كثير من العلماء أجازوا ذلك وقالوا إذا دعا الخطيب خصوصا دعاء يعني كأنه فيه سجع وكأنه يطلب التأمين على دعائه، لا بأس أن يرفع يديه وأن يؤمن، وإذا ترك ذلك فلا حرج عليه. نعم. الأخ محمود من برك الشاطئ يسأل، يقول رعاف أنف أثناء الصيام في النهار وما يعرفش هل دخل إلى الفم يعني دخل إلى الجوف أم لا؟ أنا ما أعرفش عليه شيء. نعم. نعم. الأخ أبو هداية يسأل عن هل يحق للإمام القنوت في الوتر والصبح يعني الاثنين معا؟ إذا كانوا يقلدوا من يقول بكل منهما، ولكن احنا نتصوروه يقلد في واحد، والله هو مجتهد، والله كان هو مجتهد، عليه أن يستخرج من الأدلة الشرعية ما هو سيطبقه، وإذا كان مقلدا يقلد واحد منهم. لكن على كل حال إذا كان الظروف هي التي جعلته يفعل ذلك لا بأس. نعم. أن يخنت في الفجر وفي الوتر. نعم. هو شيخ تكثر هذه المسألة في رمضان، يعني الناس دائما تحب الدعاء في الوتر وكذا، مع يعني يدعون في الوتر في رمضان كثيرا، كثير من المسألة. الوتر يدعو فيه الأحناف والحنابلة. أما المالكية والشافعية فلا يدعون في الوتر. نعم. لكن إن صلى وراءهم فدعا لا بأس عليه. نعم. طيب شيخ، في اتصالات معنا. سارة من ترهون، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي أخت سارة. أيوة، صوت بيننا سمعتها. تفضلي أخت سارة، أنت على الهواء. عندي أسئلة للشيخ. تفضلي. السؤال الأول. نسأل على حكم لما تخش المية وأنت تتوضأ، في أثناء الوضوء تخش المية يعني الحل. تدخل الماء من المضمضة. طيب.
هلا. طيب طيب واضح سؤالك. السؤال الثاني. أنا عندي أمي هي بهالفجر بهي أو هي بيعمل يعني في مكان قبل أذان الفجر بشوية شربت المية يعني جنبها المية وركضت قضي يعني ركضت ولت من جديد شربت هو ذاك الوقت تأكد إن هي قضي بعدين عرفت إن راه ذاك الوقت كان مدة الفجر. هي تعرف إن الفجر مؤذن يعني أذن وشربت ماء؟ ألا هي تعرف أن الفجر أذن وشربت الماء؟ لا لا لا. طيب بعدها يعني تأكد. طيب خرج عن وعيها خرج عن وعيها. طيب شكت يعني بعدين. واضح السؤال. في لحظتها شربت هي فهمت علي. واضح واضح سؤالك. السؤال الثالث. عندي سؤال نفس طول الشيخ حكى عن المسح الخفين. المسح على الخفين. قصدي تو احنا يعني ماشيين على اساس ان احنا الشخاشير العاديات هذا من نمسح عليهم. الشخاشير ها؟ قصدي كيف قصدي كيف بتكون يعني صلاتنا يعني؟ طيب ان شاء الله يجاوبك الشيخ. من منتر هنا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل اخي الكريم. الله يرحم والديكم، لا سألك يا شيخ الله يرحم والديكم، احنا في اللي هو التاليف ويجوز ما يجوز ايش كيف؟ شنو؟ يقول هو يعني تفرق هيك. شنو السؤال؟ عشية تم في عشية لحوق. ما نسمعش فيه سؤال، صوتي يقطع في ال لو تعيد سؤالك بشكل اوضح لو سمحت. التاليف تو احنا عندنا في تاليف للميت. تاليف تاليف. شنو؟ يقولوا عشية يعني يديروا في عشية الميت طبقة يبلسلوا عليه ختمة قرآن يديروا في ختمة قرآن طيب يجوز مسألة عرفها الشيخ إن شاء الله يجاوبه بإذن الله. الله يرحم والديك. السلام عليكم. تسمعنا من الهاتف بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك أخي الكريم. زي بالنسبة للتقريع لكن في الصبح لما نموت زي التقريع لكن حرارة فيه زي الدهان في الحسكة في الحلق يعني. السلام عليكم. يجاوبك الشيخ إن شاء الله. في سؤال آخر. في اتصال ثاني. من بنغازي؟ ملاك من بنغازي. السلام عليكم. تفضل يا أخت ملاك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معي الشيخة. تفضلي أنت على الهواء سؤالك. أنا كان علي الحيض يا شيخ. طيب. وعادي علي أني النوب اليوم ونفس المنة. وفاتني الوقت أني نفس بعات الظهر أنا. وكيف ندير ما عرفت شن الحل. وناوي علي أني نصيم أنا. واضح سؤالك. جاوبك يا شيخ إن شاء الله. السلام عليكم. أيوة. أخ منتصر. السلام عليكم. ألو. تفضل أخ منتصر. منتصر من بيضة. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. أنت على الهواء تفضل بسؤالك. أيوة أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو فيه شيخ بدي نسأل على الحامل مع الحامل هل تدفع زكاة الفطر على الجنين في طيب واضح سؤال. أنا جبت قبل رمضان ب 21 يوم. السلام عليكم. ومع العلم أني انضفت قبل رمضان 7 أيام وصليت وبعدين بعد 7 أيام في رمضان نزل معي دم حيض ممكن لمدة 4 أيام هل أعتبر في يعني صحيح 7 أيام نصمت من الأولاد في رمضان؟ طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله. وشو حكمه يعني صيامي؟ والسؤال الثاني نبي نسأل قديش مطلع الزكاة؟ أي زكاة؟ زكاة الفطر قديش السنة هذه قديش تطلع على كل نفر؟ 5 دينار. شكرا. أنا مجاوبك إن شاء الله على في اتصال آخر تسأل على زكاة الفطر. لا لا شكرا.
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل سؤالك. إبراهيم من وادي عتبة. وادي عتبة، تفضل، مرحبتين بك. لو واحد اللي وجد ذهب رايح ضايع والذهب يعادل يساوي النصاب وبقي عنده لمدة سنة وهو يعرف فيه، هل عليه زكاة ولا ما عليه؟ جاوبك الشيخ إن شاء الله. السؤال الآخر. السلام عليكم. ألو. تفضل. ألو. السلام عليكم. ألو. أحمد ناصر من زليتن. من معتصم من زليتن؟ أحمد ناصر من زليتن. هي تفضل أحمد، سؤالك، أنت على الهواء. في بعض الإخوة لا يرون بزكاة الفطر نقدا. مما عند كاتب الذي يزوج إخراج المال لسرقة الفطر بحجة النفع للفقراء، لماذا لا يزوج إخراج قيمة الأضحية بدلا من الذبحية؟ فالفقير يحتاج المال أكثر إلى اللحم. طيب، تحدثنا عليها القضية هذه في حلقة أول أمس بتفصيل، بارك الله فيك أحمد. عندي سؤال ثاني. سؤالك الثاني. هل يجوز لي أن أتبع الجمهور في المسائل المختلف فيها؟ مثلا مالك يختلف فيها أم خالف الجمهور؟ الجمهور في المسائل المختلف فيها. أها. طيب، لا نجاوب على الأسئلة. به ناخذ آخر اتصال. أحمد من غريان، السلام عليكم. أخ أحمد، تسمعنا من الهاتف وسؤالك لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل سؤالك أخ أحمد. هل يجوز إخراج زكاة الفطر اليوم؟ ان شاء الله يجوز. يجوز يجوز ذلك. جائز ان شاء الله. بارك فيك. طيب شيخ، نجيب عن الاسئله. الاخ ابو هدايه، سؤال الثاني يقول: القتل الخطا مع كثره الرقاب، هل تلزم كفاره لكل رقبه؟ هذه من اشكال الحوادث، اشكال الاشكالات هذه. ولذلك تجد يعني الفقهاء توقفوا عن الخوض في هذه المسألة. ويعني أنا شخصيا كنت متوقف أيضا، والمجامع الفقهية لم تفصل في الأمر، لكن وجدنا يعني بعض الفقهاء المالكية يفهم من كلامهم أنها تتكرر بتكرر الرقاب، وإلا إذا كان واحد عجز بعدها يعني عن الصيام. أما دفع الدية ما لم يسامحه أولياء الميت، نعم، الذي قتل خطأ، فتلزمه العاقلة ضروري. هو عاقلته يعني، عفوا، العاقلة ليقولوا له عن طريق بوه يجتمعون معه، فتلزمهم الديات كاملة، نعم، إلا أن يسامحوا. نعم، والصيام إلى أن يعجز. هذا الأصل. نعم، لأن مرات الآن الحوادث الكبيرة سجد ما شاء. نعم، لكن ريت بعض الناس، نعم، من يرون أن كفارة واحدة في الصيام كافية. نعم. يسأل عن قضية، في يوم أحد الإخوة يسأل يقول خدعوه بعض الصغار، قالوا أذن فأكل وتبين له يعني يقضي ذلك اليوم. نعم، يقضي ذلك اليوم. الأخت سارة من ترهونة تقول: حكم دخول الماء من المضمضة غلبة إلى الجوف، ففيه القضاء. نعم، القضاء. أمها قبل الفجر بقليل قالت نامت، وبعدين استيقظت بعد الفجر ولم تتأكد فشربت ماء، عليها قضاء كذلك. نعم، تقضي. المسع على الخفين أيضا، تقول: الجوارب هذه نحن نمسح عليها من فترة، فما حكم صلاتنا يعني في هذه الفترة؟ إذا كان هي تمسح معناها تقليدا لمن يقول بذلك وهي تعرف ذلك، ما فيهاش بأس. نعم. لكن أنا أرى أخذ الحيطة. عندنا ناس يقولون ببطلان هذا المسح، وعندنا أناس يقولون بأنه يصح. أيا أحسن أنت، عبادتك تكون على الاحتياط. نعم، صحيحة في كل الأحوال، ولا تكون باطلة على الأقل على قول بعض الناس. نعم، تأخذ الحيطة أنت. المفروض ألا يمسح على جورب. وحتى اللي بيقلد جمال الدين القاسم رحمه الله وغيره
من بعض العلماء يقال ده عنده ضرورة جدا وفي أماكن معينة حيث لا تستطيع أن ترفع رجلك في يعني في الغسيل هذاك الغسيل بتاع الغسيل نعم أماكن يعني عالية ولا عالية أو شيء من هالقبيل والأوروبيون يكرهون ذلك أحيانا بل حتى يتدخلون فإذا كان الأمر كذلك ممكن نعم وأما في الحالة العادية أنت ما الذي يمنعك أنت أن تغسل رجليك حتى يكون وضوءك على أحسن حال عند الجميع أحد الأخوة من ترون يسأل عن قضية التأليف هذه ما عرفتش التأليف عبارة عن دعاء الناس للأكل والدعاء للميت والتسبيح وإهداء الثواب للميت وكذلك قراءة القرآن وإهداء الميت على أن يأكلوا عند أولياء هذا الميت أنا لا أرى ذلك وأنا أرى أن الذي يحب ميته يتصدق على الفقراء بالنية على فلان نعم وأما أن يدعو أناس ما شاء الله عليهم يستطيعون أن يأكلوا ويشربوا أحسن أو أطيب الطعام فيطعمهم ما أنزل الله بهذا من سلطان أحد الأخوة يسأل على قضية يعني تكررت كثيرا يقول تقريعة مع هد شيء ما فيها شيء الله يهديهم إن شاء الله يأكلوا هلبهم الله المستعان الأخت ملاك من بنغازي تقول أتاها الحيض ونوت الاغتسال ولكنها نامت واستيقظت على الظهر فتقول نوت الصيام لكن لم تغتسل من الحيض فما حكم ذلك عليها الصيام نعم يعني صيامها صحيح كان صامت صيامها صحيح هي قالت نوت صامت خلاص لكن صامت. لم تغتسل من الحيض نعم لا يؤثر ذلك عليها صيامها نعم. صحيح يعني ايوه الصيام صحيح الاخ منتصر يقول المرأة الحامل هل تجب زكاة الفطر على الجنين لا امتى تجب زكاة الفطر شيخ يعني اذا ولد متى اذا ولد حيا نعم اذا خرج حيا يعني في بعض العلماء قلنا قالوا تجب بغروب شمس آخر يوم اللي هو بكرة أو بفجر اليوم التالي اللي هو يوم الفطر نفسه اتفق تختلف في المسألة لكن قبل ذلك لا تجب قطعا أقصد لو ولد الولد لو جاء الجنين بعد الغروب على من يقول أن الغروب هو المبدأ معناها يجب أن يخرج عنه ومن يقول انه الفجر هذا من باب اولى لان الغروب ما لم يتوفى فالقضيه تعتمد على من يقول الغروب حتى الفجر يشمل ومن يقول بالفجر من ولد بين الغروب من ولد بعد الغروب تجب عليه في كل حال في الحالتين هذين نعم الفجر او الغروب لكن يعني اذا ولد بعد الفجر يعني على القولين لا تجب وأما الجنين الذي في بطن أمه لا تجب فطرته نعم هذه إحدى الأخوات تسأل تقول ولدت قبل رمضان بعشرين يوم وجاءها النفاس بعدها طهرت ثم رأت الدم سبعة أيام فتقول طهرت سبعة أيام وبعدين رأت الدم فهل السبع أيام هذه شنو حكمها هذه صحيحات صيامها صحيح تصوم وتلفق صيامها. ما بعد هذه المدة إلى ما قبلها ويعتبر كل نفاس ما لم يصل إلى الحد الأعلى حكينا عليه كم مرة 60 يوما نعم الأخ أحد الإخوة من وادي عتبة يسأل يقول اللقطة يعني وجد ذهبا وبلغ نصاب ومر عليه الحول عنده فهل يزكي عليه أم لا اللقطة عليها زكاة هل اللقطة قلنا هذه إما أن تمتلك يملكها صاحبها وإما أن يتصدق بها عن نفسه أو عن صاحبها فما هيش ملك لصاحب الواحد إلا إذا تملكها فنحن لا نعرف هذا ماذا فعل إذا تملكها يعني تدخل في ملكه فعليه زكاة نعم لكنه يضمن ذلك إذا جاء صاحبها ويعني ذكر أوصافها نعم الأخ أحمد معتصم شيخ يسأل على قضية اللي يقول هل يجوز لي أن أتبع الجمهور في المسائل المختلف فيها وإن خالف قول مالك احنا لا نعرف يعني هل هو هل هو نعم هل هو مجتهد أو مقلد إذا كان مجتهد قلنا يحرم عليه أن يقلد مالكا أو غيره هذا حكينا له بل يستنبط الأحكام مباشرة من القرآن والسنة إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فإذا لم يكن كذلك فهو مقلد والمقلد حتى أصناف يعني هو هل يقلد مالكا هذا اللي فهمنا منه يبدو
نعم هو بس يقول هل مرات الجمهور يخالفوه فهل نأخذ بقوله؟ يأخذ بقول الجمهور ديما بصورة عامة. إذا كان هو عند ملكة يستطيع أن يعرف ذلك ويرى أن قول الجمهور هو الراجح فيمكنه ذلك نعم. أما إذا لم يصل إلى ذلك فالأسلم له أنا أقول له الأسلم له أن يتبع مذهبا من المذاهب الأربعة. وقضية المفتي يعني لما يسأل مفتي ويسأل انتهينا هي هذاك المقلد. المقلد إذا نزلت له نازلة ماذا سيفعل؟ سيذهب إلى مفتي المنطقة. فإذا كان شافعية سيفتي مذهب شافعية وإذا مالكيا فهو كذا إلى آخره. إذا حدثت له حادثة في الحجاز مثلا من يستفتي؟ علماء الحجاز هم حنابلة لا شك في ذلك. ما قدرش يدور واحد في كذا. وإذا حدث له ذلك في ليبيا مثلا أو في تونس أو في موريتانيا يسأل علماء المذهب ثابت هذا واجب عليه أن يقلدهم باعتبار طبعا ماذا يفعل ما إذا كان موصل في هذه الدرجة خلاص نعم. طيب شيخ بارك الله فيك ونفع الله بعلمك انتهى وقت الحلقة. كمان أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نلتقي في يوم الغد إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.